وبهذا وصلنا إلى ختام وإزدال الستار على 10 أسماء أصبحت أسماؤهم بشكل رسمي ووصولهم إلى قبة عبد الله السالم. وباستكمال حديثي مع ضيفي داخل الاستديو الأستاذ رشيد الفعم، 10 أسماء وصلوا بشكل رسمي، باقي بانتظار إخوانهم وزملائهم لتمثيل الأمة تحت قبة عبد الله السالم لمجلس الأمة 2023 واستكمال مسيرة حمل هذه المسؤولية لتحقيق آمال وطموحات الشعب الكويتي. مرة أخرى بالنسبة للأسماء كما شاهدناها لم يحدث هنالك تغيير، ولكن خرجت بأرقام رسمية ذكرها سعادة المستشار الدكتور عبيد العجمي. الآن 10 نواب نبارك لهم ونتمنى إن شاء الله لهم التوفيق، عليهم أن يعوا يعني خطورة المرحلة المقبلة، عليهم أن يعني يترجموا ما قالوا في برامجهم الانتخابية وأن يضعوا مصلحة الكويت فوق كل اعتبار. أعتقد أن الأسماء التي جاءت في الدائرة الأولى هي أسماء شبابية، أسماء قادرة على إن شاء الله ترجمة ما جاءت في برامج ما جاء في برامجهم الانتخابية إلى أرض الواقع. نتمنى منهم أن يعوا أن الإعلان بفوزهم هو تكليف وليس تشريف، وأن هذا المنصب هو أمانة، وأن هذا القسم يعني قسم كبير عليهم أن يعوه، وعليهم أن يعرفوا أن الانتخابات لربما تكون العام المقبل أو بعد 5 أو 6 أشهر. لذلك عليهم أن يعوا أن كل يوم عليهم أن يقدموا ما في جعبتهم من قوانين ومن اقتراحات تساعد في نهضة هذا البلد. بخبرتك أستاذ رشيد، يعني من خلال هذه السنوات التي قمت بتغطية فيها انتخابات كثيرة، باعتقادك هل المسيرة الديمقراطية اليوم بعمرها الذي انطلقت في دولة الكويت إلى هذا اليوم، هل نضجت، هل اكتملت الصورة لدى المواطن؟ هل المواطن بالفعل اليوم قادر على انتخاب وفقا لقراراته وفقا لرؤيته، أم أنه مثلا لا يزال مثلا يذهب إلى ابن القبيلة، يذهب إلى الشخص اللي يعرفه، ما عندي أحد نتيجة لتغيير البطاقة المدنية، أصبحت اليوم أنا مشتت، أنا اليوم في دائرة وانتقلت إلى دائرة أخرى، لا أعرف أحد، وصني أعطي لمن؟ إلى متى يعني مثل هذه الأمور باعتقادك ستتلاشى؟ أعتقد أن الإنسان ابن بيئته، في نهاية المطاف القبيلة هو مكون اجتماعي، والقبيلة يعني تزخم بالأسماء وهي عبارة عن عشرات الآلاف، ليست شخص أو شخصين. لذلك عندما يعني يذهب ابن القبيلة لاختيار واحد من أبناء القبيلة، أعتقد أن هناك خيارات عدة، هناك الدكتور وهناك المهندس وهناك الطيار وإلى آخره. لذلك ليس بال يعني الشيء الذي يعني الشيء المخجل في أن يختار ابن القبيلة قبيلة أو ابن الطائفة للطائفة، ولكن عليه أن يعي أن اختياره لابد أن يكون عنوانه العريض هو مصلحة البلاد والبقاء على كيانه. لذلك أنا قاعد أشوف من خلال ما مثل ما ذكرت يعني سنوات نحن نغطي انتخابات مجلس الأمة ونغطي مجلس الأمة، أعتقد أن الأسماء اللي قاعد أشوفها الآن هي أسماء حتى سواء من قبائل من طوائف من فئة، هو يعني كوكتيل ماكنتوش. يعني في الدائرة الأولى هناك قبلي، وهناك من إخواننا الشيعة، وهناك من إخواننا السنة، وهناك حضر وإلى آخره. لذلك هذه التوليفة تتماثل مع ما قاله المشرع الدستوري عندما صاغ الدستور، ومن واقع دولة الكويت. هذا واقع دولة الكويت، هذه أطياف المجتمع الكويت. بالضبط، هذا واقع دولة الكويت، في أن من كل دائرة تحصل يعني سني وشيعي وإلى آخره. هذه التوليفة على الأسماء التي تحتويها أن يعوا أن هذه التوليفة هي توليفة الشعب الكويتي الذي يتأمل منكم الشيء الكثير، وقدم يعني في يوم طويل مثل هذا اليوم وتزاحم في هذا الحر في صناديق الاقتراع، يتطلع في أن يعني تمتثلوا الخطاب السامي وأن تترجموا برامجكم الانتخابية لأرض الواقع، وأن تعوا من أن الانتخابات لربما تكون العام المقبل أو بعد 5 شهور أو بعد سنتين. يعني عليكم أن تعملوا من إعلان أسماءكم فائزين في مجلس الأمة حتى آخر يوم، سواء استمر الفصل التشريعي 4 سنوات أم لم يستمر، عليكم أن تقدموا السبت حتى تستطيعوا أن تنظروا إلى الأحد. هل المرشحون سيد رشيد مقصرون؟
يعني لماذا يتحركون فقط عندما يكون هنالك إعلان للانتخابات؟ لماذا يتحركون في الأيام العادية؟ الآن لنفترض هذه الانتخابات الآن، نحن الآن في عرس ديمقراطي سينتهي بعد يومين ثلاثة أيام، ومن ثم سوف تكون هنالك الدعوة إلى الافتتاح المجلس. ولكن الذين حصلوا على المركز الحادي عشر الثاني عشر، هل سينزوون ولن يتحركوا إلا عندما يكون هنالك بوادر لوجود انتخابات قادمة مثلا؟ لا، هو من يقرأ الساحة هو الذي سيعيد حراكه الانتخابي خلال الأيام المقبلة. من يقرأ الساحة، من يلاحظ من أن هناك لربما يكون هناك يعني تغيير في الأيديولوجية السياسية في مجلس الأمة تفضى بحل المجلس. هذه قراءات كل شخص لديه قراءة. أنا ما أقصده يعني. لماذا المرشحون لا يتحركون بزيارة الدواوين ومن ثم وجودهم على الساحة إلا عندما يرى بأن هنالك بوادر لإقامة انتخابات جديدة؟ وهناك أيضا أخي الكريم نواب يتحركون من خلال الدواوين ومن خلال منصات التواصل في عرض برامجهم وما يحصل. الطرف الثاني، البعض الآخر، أتكلم وياك بلهجة كويتية، بعض الأصحاب يعني الدواوين وكذا تسأله نقول له مثلا ليش مثلا ما صوت لفلان، يقول ما يتواصل، ما لا نشوفه لا بعزة ولا نشوفه بهذا. صحيح. إلى هذه الدرجة اليوم مثلا وجودك في مثلا في الأفراح والأتراح، نعم، هو المفتاح، نعم، لدخولك، نعم، إلى قبة عبد الله. نعم. وإلا يعني كيف ستعلم نبض الشارع أو ستعرف ماذا يحتاج المواطن إلا أنت تحتاج زيارتي للديوانية أم برنامج الانتخابي أم فكري وعقلي؟ لا بالضبط، أنت البضاعة التي يعني ستنشرها أو ستطرحها أليست من خلال الدواوين؟ إحنا في نهاية المطاف مجتمع دواوين ومجتمع عشائري في نهاية المطاف، فأنت لما تزور ديوانية أكيد بتطرح برنامجك الانتخابي وتطلعاتك وإلى آخره. لذلك راح يزعلون إذا طلعت لهم بوسائل التواصل الاجتماعي وعطيتهم رسالة بدل ما أزورهم. لا مو الكل الآن، حتى اللحظة هناك فئة شبابية كبيرة تتواصل من خلال وسائل التواصل، ولكن هناك فئة أيضا كبار السن، من ليس مغرم في هذا المجال أو في هذا يعني لابد أن تتواصل. إذن هذه الأعراف والتقاليد لن تندثر في مجتمع لن الكويتي. تندثر خلال الفترة القليلة المقبلة ستندثر طبعا، ولكن ليست خلال الفترة القليلة المقبلة. عرق الديمقراطيات لما نتكلم عن الانتخابات الأمريكية يتنقل المرشح الحزب الجمهوري أو الديمقراطي من ولاية لولاية للالتقاء مع الناخبين في الولايات وطرح برامج. التواصل المباشر مهم، التواصل المباشر هو علم بمعرفة نبض الناس من خلال أولوياتهم المباشرة. أعتقد أن وسائل التواصل، نعم، هناك جزء لابد أن يتم الاتفاق له. أنا أتمنى يعني وعلى الصعيد الشخصي ما بيني وما بينك يعني أن تقومون أنتم المحللون البرلمانيون، نعم، بعمل استفتاء من الشعب الكويتي. لماذا قمت باختيار هذا النائب؟ هل لتواصله؟ هل لبرنامجه؟ نعم. هل لأنه قريب منك؟ هذه الأسباب تدعوكم إلى وضع دراسات ستخرجون بها بتحليلات حتى تعرفون توجه وشكل العلاقة ما بين الناخب والمرشح. نعم. تعتمد بنسب أكبر على العلاقة، نعم، على صلة الدم، نعم، أم على الفكر، أم على البرنامج، أم على التواصل الاجتماعي في مثل هذه الأمور، وبالتالي سوف تتحدد أمامكم الكثير من الأمور التي باستطاعتكم أن تحللون منها وتظهر كنتائج فعلية. نعم، أنا عملت هذه الإحصائية من مجلس 2016 ويعني لاحظت أن 50% من هذه الإحصائية 50% تتمنى أو تحبذ أن يكون هناك تواصل من خلال وسائل التواصل. يعني الأقرب يعني لم تكن مثلا الطائفة أم لا أم لا لا, لا كان 50% التواصل. نعم، بإحصائية أنا عملتها سنة 2017 أو 18 في مجلس 2016 أن 50% يعني يحبذ التواصل من خلال يعني وسائل التواصل، في أن يكون حاضرا في طرح برامجه من خلال مراكز التواصل، حاضرا منصتا يستمع. بالضبط، حاضرا وملتقى يعني نصف شهري مع الناخبين من خلال وسائل التواصل والرد على استفساراتهم. هذا كان 50%. نعم. كان 25% هو التواصل المباشر و 25% من خلال الإحصائيات التي تنشرها الصحف وتنشرها بعض المراكز الإحصائية فيما يخص عمل هذا الشخص. أو لذلك يعني كانت 15% و 10% للقرب العائلي والقرب المناطقي. فلو تلاحظ
أن 50% وهي الشريحة الأكبر تحبذ أن يكون هناك تواصل من خلال يعني الوسائل التواصل المتواجدة في تويتر وإنستغرام وإلى آخره. هل اختفت ظاهرة نائب الخدمات؟ أعتقد في خضم تطبيق سهل قلصت إلى ما يقارب 70% الآن. حكومة إلكترونية. تجدد جوازك، تطلع بطاقتك، فأعتقد أن نائب الخدمات ضعف. والدلالة على هذا أن يعني 70% من نواب الخدمات لم يستطيعوا العودة إلى مجلس الأمة، 22 وأكد هذا مجلس 23. لذلك من دخل، من لديه برنامج، من لديه طرح، من لديه برنامج، من لديه رؤية، من استطاع أن يطرح برنامج انتخابي ناضج من خلال وسائل التواصل. هذه الأسماء أنا كنت مراقب لها جيد في فترة الانتخابات، 80% منها كانت حاضرة بقوة في وسائل التواصل. البعض منهم أخ بسام كان يعني يغرد في اليوم 7-8 تغريدات عشان يوصل فكرة للناس. أنا ملاحظهم يعني 80% منهم. الأسماء المطروحة لو لاحظنا أن البعض منهم لم يكن كان في السابق يتبنى جوانب اقتصادية، اليوم بات يريد أن يعني يتبنى في برنامج الانتخابي جوانب اقتصادية. نعم. وكأن المجتمع الكويتي أصبح يتطلع إلى وجود صح. من لديه في برنامج الانتخابي صح. صح. إصلاح اقتصادي صحيح. يساعد في صحيح. تنمية المجتمع، لأن المواطن الحين قاعد يشوف وقاعد يطلع وقاعد يطالع البلدان القريبة منه وقاعد يسافر بشكل يعني مستمر ومتواصل، قاعد يشوف النهضة العمرانية والاقتصادية لدول محيطة فينا بل أقل منا يعني. لذلك أعتقد أن حمل هؤلاء المرشحين هذا الملف من خلال استنباطهم لرؤية المواطن الكويتي من أن الملف الاقتصادي والعمراني والتنموي هو على رأس الأولوية. ألم تلاحظ بأن حتى البرامج الانتخابية هذه باتت شوية نوعا ما مختلفة في بعض القضايا المطروحة، اللي هو مثلا أبناء الكويتية، السكن، 25 سنة تنتظر وغيرها من هذه الأمور، باتت أمور أخرى، أصبحت هنالك اختلاف في سلم الأولويات بالضبط. لدى المواطن والعلاقة ما بينه وما بين المرشح. بالضبط، لأن المواطن وعى من أن لم يكن هناك ثقة اقتصادية وقدرة اقتصادية لن يكون هناك بناء للمنازل، ولن يمنح ابن الكويتية راتب، ولن تزداد رواتب يعني أو 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 منح الطلبة الدارسين، ولن نستطيع بناء مرافق وإلى آخره. لذلك المواطن يعني عرف أن الملف الاقتصادي والتنموي هو على رأس الأولويات التي ستجلب له الكثير من الأمور التي يتمناها كزيادة الرواتب وإسقاط القروض وإلى آخره. لا يمكن تحقيق مثل هذه الأولويات في ظل يعني ضعف في الملف الاقتصادي. الآن لدينا تطور، لدينا مشاريع عملاقة شبه معطلة. هذه المشاريع إن لم تعمل وتشتغل وتضع على السكة، أعتقد أن المواطن عرف من أن لم تقوم هذه المشاريع أو تكون هذه المشاريع قادرة على يعني وضع إيراد للدولة، لن يستطيع زيادة الرواتب ولا تعديل الحياة المعيشية ولا إسقاط القروض ولا. أنت مع النائب الذي أو المرشح الذي يقوم بوضع برنامجه وفقا لرؤيته أم وفقا لرؤية الشارع وما يريد الشارع؟ لا، أنا أعتقد رؤية الشارع بلا شك، لأن في نهاية المطاف أنت ممثل عن الشارع، فلذلك الشارع هو من يضع الأولويات وأنت من تنفذها. الشارع في نهاية المطاف لم ينتخبك إلا من أجل أن هناك أولويات لديه يتمنى منك يعني تبنيها وترجمتها داخل. حتى لو كانت تعارض مبادئ وأفكار. بالضبط، حتى لو كانت تعارض مبادئ. هذا في نهاية المطاف الأمة مصدر السلطات، لذلك الأمة عندما تقول لك هذا الملف هو المهم عليك أن تترجم هذا الملف. الشارع هو من يقود النائب ولا النائب من يقود الشارع. سن الانتخاب، هل أنت مع أن يكون هناك تعديل؟ يعني اليوم الدستور، نحن نحتكم إلى الدستور، نحتكم إلى القانون الذي وضع لنا بمزاولة وممارسة حقوقنا في الانتخاب، ولكن هنالك من يقول بأن سن الانتخاب لو يذهب إلى 18، هل تعتقد أن 18 سنة قادر على اختيار؟ أنا أعتقد أن سن الناخب سن مناسب جدا مع اكتمال سن الرشد، وأعتقد أن ومع قوانين المتعلقة بهذا السن ك 21 عام أعتقد أن طيبة، ولكن أنا أتمنى فتح المجال في يعني تصويت الأخوة العسكريين، يعني أتمنى أن يتم فتح
المجال للتصويت في السفارات الخارجية للمسافرين. أتمنى أن يتم اتساع نطاق المشاركة الشعبية. يعني التجارب بالتصويت الإلكتروني الذي نشاهده على مستوى العالم. بالضبط. نتمنى الانتقال. يعني مؤخرا انتخابات التركية كانت قبل يوم 28/5 في نعم. جولات أخرى. نعم. هل بالفعل هذه تكون مثلا محسومة وحاسمة ودقيقة وشفافية فيها؟ عندما يعني تكون حاضرة بمراقبة من الوزارات الرسمية أعتقد أن لن يستطيع أحد أن يعني يطعن فيها. مثل ما ذكرت الانتخابات التركية، احنا نتكلم ليس على وضع البرلمان التركي، احنا نتكلم على رئاسة تركيا. نعم. فالجميع امتثل. عندما يكون هناك إيمان بالمؤسسات الرسمية الجميع سيمتثل. إذا الله أعطانا عمر في يوم من الأيام يعني إن شاء الله راح يكون إلكتروني. راح يكون إلكتروني، والآن إحنا شفنا راح نلحق على موضوع إلكتروني. نعم بلا شك. صوت وأنت مثل ما تدخل تطبيق سهل. بالضبط بالضبط. تذكر سابسان قبل مدة كنا نشوف الصبورة 1 2 3 5 واحدة. الانتخابات الهادي والانتخابات اللي طافت قلت بل تلاشت. فأعتقد أن الآن يعني سيكون هناك توجه للتصويت الإلكتروني خلال الأعوام القليلة المقبلة. جميل جدا. برجع مرة أخرى ويعني أتمنى إن شاء الله خلال الساعات القليلة القادمة أن تحسم هذه النتائج بالنسبة للدائرة. أنا بودي أن أتطلع إلى موضوع الدائرة الرابعة، يعني هل لا يزال نسبة التصويت فيها لو قاموا الأخوة بعمل جولة مخرجنا أعطى النتيجة لكاميرا للدائرة الانتخابية الرابعة بالنسبة لعدد اللجان؟ هنالك شوف 201 مقابل 200. نعم. يعني أعتقد أن هنالك لجنة واحدة يعني في كل انتخابات. صدق يا أستاذ رشيد في كل انتخابات. لا مش الدائرة الرابعة يعني، بس دائما ما يكون هنالك يعني مثلا عندنا دائرة تتأخر فيها إعادة الفرز وهذا. وبعدين اليوم ما تقارن الدائرة الانتخابية الرابعة والخامسة بالدائرة الانتخابية الثانية والأولى. صحيح. نسبة المشاركة فيها أو نسبة عدد الناخبين يصل إلى أقل من 100,000 مشارك أو ناخب مقابل 250. لكن احنا في انتظار هذا. اعتقد ان الاسماء لو لاحظنا ما بين المركز دائما يعني المنافسه تكون ما بين صاحب المركز العاشر والحادي عشر. نعم. فبالتالي هذا الصندوق الاخير وهذه اللجنه الاخيره لربما تحسم. ولكن لو نظرنا بلغه الارقام ما بين شعيب المويزري وعبيد المطيري 5800 5700 الفارق تقريبا 70 صوت 80 صوت. لا 842 و719 يعني فارق 125 اعتقد كذي. ها 125 اعتقد الصندوق. لا 123 بالضبط. بالضبط 123. فاعتقد الصندوق لن ينصف يعني لن هذا يعتمد هذا الصندوق وين حتى لو كان يعني لابد من اللي رقم 11 عبيد محمد انه ياخذ 100 صوت في هذا الصندوق المخرج حتى يتعادل. اي المخرج يقول المخرج بولند يقول ان هذا صندوق سعد العبد الله. اي سعد العبد الله. سعد العبد الله هني يعتمد. هل يعني في احيانا وتتوافقني الراي ان هنالك مثلا صندوق في منطقه معينه يعني يرتكز ثقلها لمرشح دون الاخر. نعم. يقول لك مثلا هذه منطقتي بلا شك. يعني هذه قاعدتي. إيه هذه قاعدتي قاعدتي. صح. في هذه المنطقه. صح. صح. الان سعد العبد الله تعتبر خليط. خليط نعم. خاصه من هي من المناطق الجديده. نعم. اللي صح. هي حالها حال مثلا مناطق مثل عبد الله مبارك وغيرها. نعم. اللي صار فيها تنوع شبابي من جميع اطياف المجتمع الكويتي. صح. غير لما تقول مثلا والله مثلا هذه منطقه صباح الناصر بالضبط فروانيه. فهل او الفروانيه، هل الفروانيه ستكون مثلا ترجح كفه شعيب المويزري اكثر مثلا لو كانت صباح الناصر ترجح كفه عبيد المطيري؟ نعم. هكذا هذه القراءات اللي انتم تحللون فيها في هذا الموضوع. اليوم انا اعتقد ان تكون المركز الاول فانت مرتاح بعيد عن موضوع الا هذا النقاش حول المراكز الـ حتى استاذ بسام يعني حتى لو كنت في المركز السابع او الثامن في الدائره الرابعه دائما حتى لما تكون في المركز السابع او الثامن تكون مرتاح عن المركز العاشر. يعني شوف الحين فرق الثامن سعد علي الرشيدي عن المركز الحادي عشر كم نقول يعني 719 و200 ما يقارب يعني من السابع للثامن 200 صوت، من الثامن للتاسع 200 صوت، من التاسع للعاشر فرق تقريبا هذه 150 الى 200 صوت. صح. تقريبا صحيح. بس من الثامن لل11
الفرق طال عمرك يعني ما يقارب 500 صوت. 500 صوت. فلذلك دائما الدائرة الرابعة من يحتل الثامن هو في سيفتي. بشوف لي التاسع والعاشر والحداعش، حتى الانتخابات الماضية التاسع والعشرة والحداعش متقاربين 6 و7 أصوات، 6,007 أصوات، 5,042. يعني الفرق 150-140. على ما تطلع هذه النتيجة بشكل نهائي، ودي أستعرض معاك هذا الموضوع. اليوم من يريد أن يخوض الانتخابات في الدائرة الانتخابية الرابعة عليه أن يفكر بقاعدة تبدأ من 5.5 بالضبط، بينما من يريد أن ينزل في الدائرة الانتخابية الأولى فإن النجاح يكون من 3. نعم. يعني أليس هذا من يعني ما أبي أقول عدم الإنصاف، ولكن هي ليست متكافئة. فاليوم أنا أريح لي أني أنا أنزل في الأولى وأنزل في الثانية على أني أنا أخوض معركة شرسة وأحقق عندي 5000 قاعدة، ولكن هذه 5000 ما تنجحني في الرابعة. اليوم متى نستطيع أن نعيد ترتيب التعداد السكاني وتقسيم الدوائر وفق التوازن الرقمي بالفعل؟ يعني تكون الثانية فيها 150 والرابعة فيها 150. طبعا أعتقد أن من الصعب جدا أن يكون هناك يعني تساوي في عدد الدوائر في الكويت لطبيعة الوضع الجغرافي للمناطق في الكويت. يعني صعب أنك تخلي اليوم أنت ما تقارن مثلا يعني قطعة مثلا موجود فيها يعني كبار سن ومكونة مثلا أو منطقة مكونة من 4 قطع مقارنة بمنطقة جديدة من المناطق اللي احنا ساكنين فيها الحين الجديدة هذه اللي فيها تقريبا 10 قطع وغيرها، حتى التعداد السكاني اللي موجودة في المناطق هذه شوية أكبر. لكن هذه التقسيمة هل سيعاد النظر فيها باعتقادك؟ هل سيطرح في هذا الموضوع؟ هل طرح من نعم هناك طرح في أن يكون يعني تعديل للدوائر، وطرح خلال المجالس المجلسين اللي طافوا في أن يكون هناك 10 دوائر بحيث أن يكون في نسبة وتناسب بالمناطق. يعني دائرة فيها 40 دائرة فيها 50 يعني في، ولكن أنك أنت بتخلي كل الدوائر متساوية صعب جدا أنك تحققها، ولكن هناك حل. لو سألتني أنا عن رأيي يعني أنا أسمع يعني رأيي ويتوافق مع آراء البعض ويمكن يكونون قلة. لماذا الكويت بلد واحد، احنا كلنا كويتيين، كون دائرة واحدة، ويحق لي اني انا مثلا اصوت على الاقل اني اختار 4. وفي هذا يحتاج الى انك تذهب الى تعديل الدستور، ان قال لنا تتكون الكويت من عدة دوائر، فلا بد ان تعدل هذه المادة وتخليها يعني مو من عدة دوائر، عدة دوائر يعني من دائرتين فوق. لنتخيل كيف سيكون شكل البرلمان القادم لو كان دائرة واحدة، وهل من ستزيد فرصة باعتقادك؟ أعتقد أن راح تزيد فرصة هم الفئة الشبابية البحت. أعتقد من ستزيد فرصة هو القادر على إيصال الرسالة بشكلها الصحيح. ولكن في يعني بس البرنامج الانتخابي راح يكون صعب، لأن سأخاطب كافة أفراد المجتمع. صحيح. سأذهب إلى جميع مناطق الكويت. وفي حل إذا ما تبي تخليها منطقة واحدة أو دائرة واحدة، في حل ثاني إذا ما تبي تروح للدستور، في حل ثاني في إنك تخلي تعطي الناخب حرية الاختيار من دائرتك أو من برا دائرتك. صوت. يعني صوت لمن تريد. صوت لمن تريد. هذه ورقة فيها كافة أسماء المرشحين من الدائرة الأولى للدائرة الخامسة. اختار اللي تبي. أعتقد أن هذه فيها نوع من الإنصاف بحيث أن يتم النتيجة النهائية تمثل الشعب الكويتي ولا تمثل دائرة بعينه. هذا اقتراح أنا أعتقد أنه من منطقي نوعا ما إذا ما قفزنا إلى تعديل. يعني لا تحدني على هذه المجموعة. لا تحدني على هذه. بينما أنا مثلا اختياراتي موجودة لدى أشخاص، ولكن هالأشخاص موجودين في دائرة تختلف عن دائرة الانتخابية. بالضبط. فليكون التمثيل. أعتقد أنه إذا أنت ما تبي تقفز إلى تعديل مادة بالدستور وخايف من هذا التعديل، خلاص خل الناخب يدلي بصوته إلى أي مرشح في الدوائر الخمس. واعتقد انك كانك انت خليت الكويت دائره واحده بس بطريقه غير مباشره. اليوم بصفتك برلماني وصحفي لاحظنا منذ الصباح الباكر بان عدسات وكاميرات واقلام الاعلاميين العرب والخليجيين اتوا الى دوله الكويت لمشاهده هذه الانتخابات، وينظرون الى الحركه البرلمانيه وهذه الديمقراطيه التي نعيشها بانها ظاهره جدا جميله وعبروا عنها. كيف قرات ارائهم في هذا الموضوع استاذ؟ اعتقد ان يعني من هذا الباب نشكر وزاره الاعلام التي يعني وجهت الدعوه لهذه المؤسسات الاعلاميه العربيه والغير العربيه في الحضور
لتغطية الانتخابات اللي احنا اليوم عايشينها. اعتقد ان هناك ما يقارب 60 دولة حضرت، وهناك مراكز اللي الرصد حضرت وقاسة الأمور، وكانت للأمانة من خلال زملاء اتصلوا علي من هذه الدول، دول عربية شقيقة وقريبة، كانوا منبهرين من هذا الحرص. يعني كانوا ذهبت يعني للمركز الإعلامي؟ أنا ذهبت للمركز الإعلامي، نعم زرته في قبل تقريبا 4 أو 5 أيام، لقيت يعني ما شاء الله خلية نحل، وكانت وزارة الإعلام للأمانة مبهرة في أن يكون هناك يعني توفير كافة الاحتياجات للوسائل الإعلامية أولا بأول. كانوا يعني بس لجميع الصحافة من يريد أن مثلا أن يقوم بإرسال ما لديه من معلومات، والكثير منهم أستاذ يعني تم دعوتهم لحضور اللجان الانتخابية ويعني الاطلاع والاطلاع على سير العملية الانتخابية في عدد المدارس، ووفرت لهم هوايا وإلى آخره. أستاذ رشيد، أذهب معك وسادة المشاهدين إلى الزميل سعود العزمي ووجودك على الطرف الآخر من الاستديو. سعود، لك أن تطلعنا على النتائج باستعراض سريع للدوائر الانتخابية الخمس، ولكن ننطلق بالدائرة الانتخابية الأولى لنذكر أسادة المشاهدين بالفائزين 10 الذين دخلوا بشكل رسمي إلى قبة عبد الله سالم. سعود، عساك على القوة بسام، يعطيك العافية. وأيضا سادة المشاهدين، بعد إعلان رسمي من سعادة المستشار عبيد مجول العجمي من إعلان الرسمي للدائرة الأولى، نشوفها معكم بشكل نهائي ورسمي في الدائرة الأولى. الأول، المركز الأول مشاهدينا، معانا عبد الله جاسم المضف ب 5815 صوت، والمركز الثاني في الدائرة الأولى أسامة زيد الزيد ب 4570 صوت. أما المركز الثالث رسميا معانا مشاهدينا، في المركز الثالث أحمد حاجي لاري 3738 صوت. المركز الرابع مشاهدينا خالد الطمار العميرة ب 3575 صوت. المركز الخامس مشاهدينا معاكم حسن عبد الله جوهر 3560 صوت. أما المركز السادس رسميا حجز مقعده في عبد الله السالم داود سليمان معرفي ب 3434 صوت. المركز السابع أيضا معانا عيسى أحمد الكندري ب 3185 صوت. أما المركز الثامن مشاهدينا حمد محمد المدلج ب 2888 صوت. المركز التاسع معاكم مشاهدينا أسامة عيسى الشاهين ب 2869 صوت. المركز العاشر رسميا وحجز مقعده في قبة عبد الله السالم عادل جاسم الدمخي بعدد أصوات 2731 صوت. إذن مشاهدينا، كانت هذه الأسامي النهائية أعلنها سعادة المستشار في الدائرة الأولى. مستمرين معكم في هذه التغطية لغاية إعلان الباقي دوائر معكم في هذه التغطية. فاصل ونواصل معكم.
باسم الله العلي القدير نفتتح الآن أعمال المجلس التأسيسي لدولة الكويت المستقلة. إننا نعيش الآن في بلادنا نهضة شاملة لم يسبق لها مثيل. إنني من على هذا المنبر أوجه بالنيابة عنكم تحية وتقدير واحترام لأهلنا في الكويت حتى نواصل العمل الذي لا يتوقف لخدمة الكويت العزيزة. لقد أكدت بأنني من يحمي الدستور ولن أسمح بالمساس به. مخلصين العمل الجاد لخير ورفعة الكويت وأهل الأوفياء. اختيار القوي الأمين الذي يضع مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار. لازلنا معكم مستمرون مشاهدينا أينما كنتم من خلال هذه التغطية الحية والمباشرة لانتخابات مجلس الأمة 2023، ومعنا داخل الاستديو المحلل السياسي البرلماني الأستاذ رشيد الفعم. إذا أردنا التحدث حول هذه العملية الديمقراطية، أنا أحترم وكلنا نحترم إرادة كل المواطنين. هنالك من قام اليوم بالإدلاء بصوته واختيار من يمثله في الانتخابات، وهنالك من عزف عن الذهاب، وهذا شيء طبيعي، والدليل أن نتيجة التصويت لم تكن 100%. ما الرسالة التي نستطيع أن نوصلها لمن غاب عن أداء دوره ولم يذهب نتيجة لأنه لا يريد أو كان محبطا أو كان يعني لا يرغب في اختيار أو الإدلاء بصوته؟ يعني أعتقد أن الرسالة اللي نوصلها لها أن المركب ماشي والكويت يعني ماشية، وعدم مشاركتك ربما يعني هو يعني عدم رضا أو عدم موافقة على حق من حقوقك، كأن حق تنازلت عن حق لك في أن تذهب إلى المدرسة بخمس دقائق أو بعشر دقائق وتعطي تدلي بصوتك وتختار من تراه مناسب في عشر دقائق أو ربع ساعة. الآن كل يعني اليوم احنا شفنا ورحنا غطينا ورحنا لاحظنا المدارس، هم يريدون تصحيح المسار، كان هم يريدون، ولن يكون تصحيح المسار الا من خلال المشاركه. بالضبط، كانت هناك انسيابيه في الحضور، انسيابيه بالتصويت. وزاره الداخليه مشكوره، يعني كان في الانتخابات من بعد الانتخابات الماضيه استطاعت ان يعني تزيد من عدد المدارس وعدد اللجان داخل المدارس لانسيابيه الحركه وانسيابيه التصويت. لذلك هذا حق من حقك، كان المفروض أن تذهب وأن لا تتنازل عنه، والمشوار كله على بعضه. يعني كل منطقة فيها مدرسة للرجال ومدرسة للنساء، وأعتقد أنها قريبة من بيتك، لذلك عدم الذهاب لك كأنك تنازلت عن حقك. هل باعتقادك أستاذ رشيد أن لو في يوم من الأيام بالفعل تحولت هذه العملية التصويت التي نقوم بها الآن إلى إلكترونية، كيف سيكون نسبة الحضور؟ ستزيد 90%. يعني إذا قلنا الانتخابات الماضية كما يعني كان 68%، أعتقد أن 90% ستكون. هل البعض كان يتثاقل من الذهاب مثلا؟ بالضبط، مثل ما قلنا قبل شيء، البعض يقول حار، في البعض فقد الأمل في مجلس الأمة وإلى آخره، ولكن عليهم أن يعوا أن مجلس الأمة يعني هو المصد الرئيسي. المسافرون من هم على الأسرة البيضاء، كل هذه الأمور يعني أبعدتهم عن الإدلاء بصوتهم، لكن عندما يكون تصويت إلكتروني هنالك من يستطيع وهو على الأسرة البيضاء المرضى بالجهاز يستطيع بضغط زر، وخاصة أن تطبيق سهل اليوم الحكومي هذا يعتبر من التطبيقات الجميلة والتي صحيح أيضا تحتوي المصداقية والسرية والتأكيد على سرية المعلومات عن طريق المصادقة. اليوم ما في معاملة تريد أن تنجزها إلا يطلب منك المصادقة. مصادقة، نعم. فأعتقد في يوم من الأيام سوف تتمكن الحكومة بعمل برنامج
يستطيع أن يدخل في هذا الإطار، ولكن هل هذا يحتاج إلى تشريع؟ طبعا بلا شك، وأعتقد أن هذا التشريع قريب جدا بعد أن رأينا أن كل الدول الديمقراطية التي يعني تمارس الحق الانتخابي انتقلت إلى هذا النوع من التصويت. يعني هناك الكثير من الدول التي انتقلت، على سبيل المثال يعني إسبانيا في انتخابات البرلمانية الماضية انتقلت إلى التصويت الإلكتروني، تركيا انتقلت التصويت، يعني أذربيجان انتقلت إلى هذه، كل هذه البرلمانات أو كل هذه الدول في قبل 10 سنوات كان التصويت تقليدي. ألا نستطيع أن نطبق مثل هذه العملية؟ وسهل جدا ويسير. أنا أقصد ألا نستطيع أن نطبقها مثلا في القادم الأيام، ولكن بشكل افتراضي وليس رسمي، لتجربة، حتى ترى الحكومة والقائمين على هذا البرنامج مدى شفافية ومصداقية ودقة التصويت اللي لم تشبه شائبة. نعم صحيح، أعتقد أن خلال السنوات القليلة المقبلة سيتم الانتقال إلى هذا يعني النمط من التصويت، خصوصا وكما ذكرت أخي بسام أن تطبيق مثل تطبيق سهل أصبح يعني سهل سهل علينا حياتي، لدرجة أن تجدد جوازك وهي يعني أعلى يعني لذلك من السهل جدا أن يتم التصويت من خلال تطبيق سهل. اليوم أنا نسيت اليوم قيد الانتخابي، وأحد رجال الداخلية من الشباب قال لي ادخل على سهل، تطبيق سهل، ادخل على قيدك الانتخابي راح تعرف اسمك وبالضبط وين قيدك الانتخابي وبالرقم، وكانت الموضوع يعني موضوع جدا جدا جميل. لكن لو طبق هذا الموضوع هل سينعكس سلبا على أصحاب الأرقام الذين مثلا يعتمدون على قاعدة معينة في التصويت؟ نعم أكيد بلا شك، الذي يعتمد على أنت قلت قبل شوية مثلا 50% راح يصيرون 90% بالضبط، لذلك 15% اللي يعتمد على الاتصال المباشر هذا راح يفقد موقعه. يعني الإنسان اللي كان يعتمد مثلا على قاعدة 3000 إلى 4000 للنجاح يحتاج إلى 8000. يعني لما نقول اليوم الحضور على سبيل المثال 55%، لما يوصل 90% الدائرة الرابعة، مثل الدائرة الرابعة لازم أنك تجيب 10000، لأن التصويت الآن وأنت قاعد برا الكويت تصوت. لذلك أعتقد أننا قادرين في المجلس الجاي، وكان هناك أعتقد في مجلس 2009 إن لم تخني الذاكرة كان هناك اقتراح قدم في أن يكون هناك تصويت إلكتروني سنة 2009 و 2012، وهو النقلة التي انتقلناها نوعيا الآن فيما يخص الفرز الإلكتروني اللي قاعد نشوفه على الشاشة، ما كنا نشوفه قبل 15 سنة. بس تذكر قبل 15 سنة نشوف الصبورة بسام رشيد خط 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 كذا، احنا مرت علينا كل هذه الامور. مرت علينا زين، هل كنت تتخيل السبوره السوداء والطباشير؟ هل كنت تتخيل وبعدين الوايت بورد والاقلام؟ بالضبط. اي صحيح، هل كنت تتخيل انك كنت قاعد الحين قاعد طالع لين قاعد تتغير عندك الارقام اول بدون ما تاخذ هذه السنه الاربع شخوط وتحط الخامسه؟ يعني هذه السنه حتى زملائنا سعود والشباب اللي موجودين قبل لحظات وهم قاعدين يفرزون، يصل إنه يقول مثلا فلان وصل إلى المركز مثلا الحادي عشر، وهو يقول الحادي عشر قد يكون دخل العاشر بالضبط، وعمل السويتش. كنت تخيل إنك كذي يعني أنا اللي هو أول بأول بالضبط. وبقولك شغلة للأمانة، نشكر وزارة الإعلام، نشكر وزارة الإعلام. يعني أنا أقول إن التغطية اليوم لوزارة الإعلام كانت تغطية مميزة. هل لاحظت أيضا يعني غير موضوع التغطية إن أنا على الصعيد الشخصي كنت أتوقع أن النتائج النهائية يعني تتضح وليست الرسمية، النهائية تصل تقريبا للساعة 2، اليوم تقريبا على الساعة 11:30 الكل صار يحتفل وعرف نتيجته. سرعة الفرز ما لم تأت سرعة الفرز إلا بتعاون من قبل وزارة العدل ووزارة الإعلام. لذلك كان هناك اتفاق من خلال مصادر عاد كصحفي ان كان هناك اتفاق ما بين وزارة العدل ومجلس القضاء ووزارة الإعلام في ان يعني يكون هناك أريحية في دخول مراسلين وزارة الإعلام الى اللجان الانتخابية مباشرة واخذ الأرقام اول باول، وكل 50 ورقة يتم يعني ابلاغ المراسلين فيها من قبل القضاة. لذلك كان هناك تعاون ما بين المؤسسات. لذلك النتائج احنا هنا عندنا في التلفزيون كانت تأتينا اول باول بشكل سريع الساعه 12، انا 12 وربع
ثلاث دوائر تقريبا 90% من الأصوات خلصت. أنا أتكلم بكل شفافية، يعني أنا ما أمدح جهاز التلفزيون اللي أنا ضيف عندكم، ما لي شغل بوزارتكم. أنا ما أمدح تلفزيون التلفزيون الكويتي اللي أنا أعمل فيه، لكن في الانتخابات السابقة كانوا يقولوا لي مثلا الناس مثلا أن تلفزيوننا كان متأخر عن بقية التلفزيونات الأخرى. قلت لهم إحنا التلفزيون الوحيد الذي لا يستطيع أن يعطي أرقام إلا عندما يتأكد من حصول هذا الرقم. كانت هناك قنوات أخرى تزيد في الأرقام تمام من باب انه هو المنافسه، ولكن بعدين تراجعوا عن الارقام الحقيقيه. صحيح. اليوم انا اعتقد ان التلفزيون الكويت كان مواكب لهذه الارقام اول باول، لذلك المتابعه كانت معظم، يعني انا سالت بعض الناس كانوا يتابعون تلفزيون الكويت، ما اقدر امدح تلفزيون الكويت لان انا اشتغل فيه، ولكن احنا يبدو بان كجهاز اعلامي هذه المره تغلبنا على بعض الملاحظات التي كانت يعني درسناها في عين الاعتبار وحققناها في هذه الانتخابات، واللي هي سرعة الفرز أول بأول، حتى الأرقام كانت تتغير بشكل سريع. وأثناء الفرز ويعني وأخواننا كانوا في يتكلمون عن المراكز كانت تتغير الأرقام. أنا حتى ما أكلمك على الفرز، أنا أكلمك حتى على تغيير النمط الفني للمرشحين، النمط الفني، الشكل. احنا كل سنة مو كل شكل سنة جديد. يعني كل انتخابات أمانة يطمحون الشباب خاصة في قسم الجرافيكس بأن تكون هنالك مثلا صورة مغايرة تختلف. يعني في يوم من الأيام احنا طلعنا مثلا الهوليجرام بحيث ان المراسل اللي موجود وكأنك تشاهده وياك داخل الاستديو، يعني صحيح. نوع من التغيير. اعتقد ان وزارة الإعلام تفوقت على وزارة الإعلام. انا ضيف عندك، ما لي شغل، انت انا ضيف عندكم. انا اقول ان وزارة الإعلام بالانتخابات بشهادة الجميع تفوقت. الساعة واحدة بالليل تقريبا 80% من الأسماء، يعني اول باول. الساعة 9:10 بدأ الفرز ب 200 و300 صوت. هذا يعطي دلالة على أن وزارة الإعلام كانت حاضرة في استنباط الأرقام أول بأول وإيصالها للمشاهد بشكل صحيح. شكرا لك. أنا بودي أيضا يعني ننتقدنا بشكل جزيل إلى رجال الداخلية، خاصة أن ما نعلمه بأن رجال الداخلية قبلنا في كل شيء، استلموا المقار، قاموا بتهيئة المقار في المدارس، ويقومون الآن. يعني احنا ينتهي دورنا بعد شوي الساعة 6 مع السادة المشاهدين. راح أشكرك السادة رشيد وأشكر جميع العاملين ويانا وراح نقفل. لكن وزارة الداخلية سوف يقومون بحمل هذه الصناديق ومن ثم يعني مستمرين في عطائهم، فلذلك جهودهم أنا أتصور أنها أكبر من جهودنا في وزارة الداخلية. وكانت قبلكم ثلاث أيام أربع أيام، وبعدكم بيومين هي راح تشيل السياج، سياجات داخلية بتعدل في المدارس بتشيل، لذلك قبلكم ثلاث أيام بعدكم. لذلك أنا أعتقد أن أو على يقين أن تضافر جهود الجهات الرسمية من وزارة عدل، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الإعلام في تغطية هذه الانتخابات أو أن تكون يعني ملائمة للعرس الديمقراطي، فأعتقد أنها أبدعوا ونجحوا، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق إن شاء الله. يعني إحنا إذا كان التصويت الإلكتروني في يوم الأيام أعتقد أن رجال الداخلية شوي رح يرتاحون من هذا الموضوع. بالضبط. فبالتالي لا في تنظيم لحركة السير ولا في دخول ناخبين للتصويت. صحيح. ولكن سوف يبقى التصويت بشكل أنا أتمنى أمانة والله، يعني على الرغم من أنها هي يعني قد يكون فيها نوع من الخوف، لأن لازلنا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا يجب أن نكون منها حذرين لأنها تخترق أحيانا، ولكن أتمنى في يوم الأيام أني أنا أكون قاعد في أي مكان داخل الكويت برا الكويت في أي لحظة كبسة زر أعلن وأختار الشخص اللي أنا أبي، ومن ثم أشاهد أني أنا العملية الديمقراطية أصبحت إلكترونية. أحب مواكبة التكنولوجيا، ونتطرق إن شاء الله في يوم الأيام معك في هذا الموضوع، وراح نحلل هذا الموضوع وراح نتكلم عن هذا الموضوع. الآن بقيت 10 دقائق قدامنا، ومن ثم راح نسلم لقطاع الأخبار أو تلفزيون الكويت وقطاع الأخبار والبرامج السياسية، هم من يتولون إعلان النتائج بشكل رسمي بعد لحظات. عرسنا الديمقراطي شارف تقريبا على الانتهاء بانتظار النتائج النهائية الرسمية للدوائر الانتخابية المتبقية. عندنا دائرة انتخابية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ستحسم إن شاء الله بعد لحظات. لكن الرسالة، هنالك رسائل نريد أن نوجهها.
رسالة نوجهها للخمسين نائب القادم من أبناء الكويت على لسانهم، باعتقادك ماذا ستكون؟ مصلحة البلاد وبقاء على كيانها فوق كل الأمور، مصلحة البلاد فوق كل الأمور. التناحر والتنافر تحت قبة البرلمان، وين نواب الستينات والسبعينات والثمانينات؟ منهم من يعني توفاه الله يذكر بالسلب والإيجاب، ومنهم من يعني ما زال قيد حياة نسأل الله لهم. كان بينهم اختلاف وليس خلاف. بالضبط، كان هناك يعني كان هناك حضور ل ل ل ل للقوانين، كان هناك تآزر، كان هناك في نظرة يعني للأجيال التي تليهم. عليهم أن ينظروا لمصلحة الكويت في نهاية المطاف. والله إحنا كنا ماشيين، ما راح تبغي لها البلد. صحيح. على هالنواب أن يعوا أن هذا الكرسي جلس عليه أكثر من إحنا الحين، يعني لو نحسب يعني 18 مجلس بخمسين عضو، يعني إحنا قاعدين نتكلم عن ما يقارب 1000 عضو مر على مجلس الأمة إذا أنا حسبتي صحيحة. عليهم أن يعرفوا أن هذا الكرسي اليوم لك وباكر مو لك، لذلك عليك أن يعني تخاف الله في القسم، أقسم بالله العظيم من الدود عن حريات الشعب ومصالحه وأماله. هذا قسم عظيم جدا، إما أن تدخل التاريخ من أوسع أبوابها أو أن تكون متقاعس سيل عنك التاريخ حتى نهاية المطاف. هذه الرسالة للسلطة التشريعية، الرسالة للسلطة التنفيذية. رسالة للسلطة التنفيذية، نتمنى منهم أن يعني يكون هناك يعني أقل الأمور تجاوبا مع مجلس الأمة. في نهاية المطاف الشعب قال للحكومة اليوم هذا اللي عندي يا حكومة، لا نريد العصا في العجلة، هذا لا نريد العصا في العجلة. لذلك هذول النواب اللي احنا نشوفهم يا حكومة. الحكومة الآن عليها أن كما قال المشرع الدستوري أن تقيس مخرجات الشعب من خلال تشكيلها، عليها أن تختار وزير دولة لشؤون مجلس وزير شؤون مجلس الأمة، رجل قادر على أن يكون هو تفاحة الميزان أو رمانة الميزان ما بين السلطتين. الكل يتكلم عن حكومة التكنوقراط، نحتاجها؟ نحتاجها بلا شك. لا نريد أن تكون من كل قطر أغنية أو من كل وردة من كل بستان وردة. عليهم أن يختاروا الطبيب ويضعوه في الطبيب، عليهم أن يشاركوا في انتخابات اللجان، نتمنى هذا الأمر، في أن يدعموا المعلم للوصول إلى اللجنة التعليمية، ويدعموا المحامي للوصول إلى اللجنة التشريعية، ويدعموا الدكتور للوصول إلى اللجنة. هل نجحت هذه الممارسة باختيار حكومة التكنوقراط مثلا بدول أخرى ببرلمانات أخرى؟ كثير، على سبيل المثال مجلس النواب التركي على سبيل المثال، وأنا رجل مختص في البرلمانات وعضو في يعني اتحاد البرلمان الدولي قسم الإعلام، على سبيل المثال تركيا اختارت حكومة التكنوقراط من خلال مشاركة حتى من الحزب المناهض للحزب الحاكم، اختاروا منهم وزراء ووضعوهم في على الطاولة. نعم.